السادسة تماما بتوقيت العراق، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مشاركته أو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العراق تواق للعلاقة مع إيران على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. أضاف الكاظمي أن علاقات العراق الخارجية تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور، لذلك فإن العراق لن يسمح أن يكون هناك أي تهديد لإيران من أراضيه. علقت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان على تصريحات زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي التي ادعى فيها إقرار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بصدور أوامر قتل المتظاهرين من مكتبه الخاص. وقال عضو اللجنة عباس صروط إن هناك لجان تحقيق متخصصة بقضية قتل وقمع المتظاهرين، وهذه اللجان تنفيذية وقضائية، وهي مطالبة الآن باستدعاء علاوي وعبد المهدي لمعرفة من هم الشخصيات أو الجهات التي أمرت بقتل المتظاهرين، خصوصا بعد إقرار رئيس الوزراء السابق وفق شهادة علاوي. رفض رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي شروع الحكومة الاتحادية بالمباحثات على إعادة تموضع قوات تابعة للإقليم في المناطق المختلطة. وقال الصالحي أن القوى التركمانية والعربية مجتمعة لا تختلف مطلقا على عدم إعادة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك ولن تساوم على تلك القضية. وأضاف أيضا أن إعادة البيشمركة إلى كركوك يعني إعادة المدينة إلى المربع الأول، سيما مع قرب انتخابات نيابية ومحلية في المدينة. وأوضح الصالحي أن القوات الاتحادية قادرة على الحفاظ على مدينة كركوك، ونرفض تدخل الإقليم في شؤون المحافظة سيما الأمنية والإدارية الخاصة بالاتحاد. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حكومة إقليم كردستان لا تزال تمنع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلهم في 5 قرى بعد أكثر من 6 سنوات من إعادة المنطقة من تنظيم داعش. وأشارت الباحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنطقة بلقيس والي إلى أن السلطات في الإقليم سمحت للسكان الأكراد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة من ناحية ربيعة، معتبرة أن ذلك يوحي بأن العرب ممنوعين من العودة كعقاب لهم. أدت جموع حاشدة من أهالي محافظة نينوى صلاة الجنازة على روح وزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن سلطان هاشم بجامع الحاج هاشم آل حمد في حي العربي، فيما وري الثرى بمقبرة وادي عقاب بأيمن الموصل في جنازة مهيبة جابت شوارع المدينة. حضرها عدد كبير من وجهاء وشيوخ عشائر المحافظة وعدد من الشخصيات بالإضافة إلى أهالي الموصل. في هذا اليوم تودع مدينة الموصل ويودع العراق بطلا من أبطالها سلطان هاشم أحمد أبو العسكريين كلهم. سلطان هاشم أحمد علم من أعلام الجيش العراقي والجيش العربي. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. الله وين راح؟
البطل هذا الرجل؟ عافية حجي حافية. هذا عافية بيك عافية. الله اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واحشره في عليين. أكد المتحدث باسم خلية الأزمة في نينوى عدي العبادي أن الخلية قررت فرض حظر التجوال من الساعة 9 مساء ولغاية الساعة 5 صباحا من كل يوم عدا أيام الخميس والجمعة والسبت التي يكون فيها حظر التجوال تام، مشيرا إلى أن ذلك حسب توجيهات خلية الأزمة المركزية في بغداد. وأضاف العبادي إلى أن الخلية دعت عموم المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية وأهمها لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد. مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا وتردي الواقع المعيشي في الموصل، تستمر معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود في المنطقة القديمة والجانب الأيمن، حيث أشاروا إلى عدم وجود أي دعم حكومي لهم في ظل تردي الخدمات والواقع المعيشي، مطالبين الحكومة والجهات المعنية بصرف المبالغ الإعانية لدعمهم في سداد رسوم الكهرباء والماء ودفع الإيجارات. أكد المواطنون والأهالي في الموصل القديمة أن إعادة خطوط النقل الداخلي إلى الجانب الأيمن ستساهم في تعزيز الحركة التجارية فضلا عن تسهيل الانتقال بين جانبي المدينة. المواطنون طالبوا بإعادة الباصات والكيات إلى ساحة باب الطوب، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز الاستقرار. علقت وزارة الخارجية الأمريكية على انتخابات برلمان النظام السوري وصفة إياها بالمزورة وأجرت تحت الضغط. وأعلنت الوزارة في بيان على لسان المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس عدم اعتراف واشنطن بالانتخابات البرلمانية التي جرت في سوريا يوم الأحد. وذكرت أورتاغوس أنه في بيان لها أنه لم تجري أي انتخابات حرة ونزيهة في سوريا منذ فترة طويلة. انطلقت قمة إفريقية مصغرة تجمع الرئيس المصري ورئيسي وزراء السودان وإثيوبيا برعاية رئيس جنوب إفريقيا لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة. وأكد مصدر دبلوماسي إفريقي أن جنوب إفريقيا تقوم إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية باتصالات مكثفة مع الأطراف الثلاثة لتجاوز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة. شهد البرلمان التونسي أعمال عنف عقب مشاجرة بين نائبين عن كتلتي حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، أدت إلى إدخال كلا النائبين إلى المستشفى بعد تعرضهما لعدة كسور. وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تشنجا كبيرا وتدافعا بين نواب كتلة حركة النهضة وكتلة الحزب الدستوري الحر، مع تواصل اعتصام نواب الدستوري الحر داخل قاعات البرلمان وقيامهم بتعطيل الجلسات العامة ومختلف أعمال البرلمان. ختام الموجز مشاهدينا، شكرا لكم وإلى اللقاء.